عندنا 5100 محفظة راح توزع على 10 مندوبيات، بدورهم المندوبيات راح يوزعوها على المؤسسة التربوية، راح يسموها المدراء، راح نوزعوا 668 محفظة على 19 مدرسة، يستلموهم المديرين، والمديرين بدورهم راح يسلموهم الأولياء في أقرب الأجل. احنا باتصال معهم لتوزيع تاع المحافظ على التلاميذ على أقصى تقدير راح يكون نهاية الأسبوع هذا. جئت إلى مندوبية سيدي راشد بناء على استدعاء من المندوبية لاستلام محافظ المعوزين، هذا لتوزيعها في انطلاقا ابتداء من اليوم على أقصى تقدير غدا ليستغلها التلاميذ في أثناء الدراسة.